بعد أن تم اختيارها من بين أقوى 100 امرأة عربية تأثيرا في الشرق الأوسط. تعتبر نور القطامي رائدة في مجال الأعمال، سيما وأنها اقتحمت مجالات تجارية قل فيها وجود النساء. تجربة نور في تقرير سحر زايد. نور القطامي بكالوريوس العلوم الإدارية من جامعة بنتلي الأمريكية. حازت نور على العديد من الجوائز المحلية والعربية والعالمية، سيدة أعمال من طراز فريد. دخلت مجال تجارة الحديد في بداية مشوارها التجاري، فكانت بداية صلبة رسخت في ذهنها أن المرأة قادرة على كسر كل القيود التي قد يفرضها عليها المجتمع. يعني المفروض ما تشوف أن في بينها وبين الرجال فرق، لأن إذا شافت هالشيء هي اللي راح تحط حد حق نفسها. التجارة موجودة والرزق من الله، سواء أنت كنت مرأة أو ريال، فالمفروض الواحد ما يخاف، بالعكس يتوكل على الله ويسوي اللي عليه. مو صعب على المرأة أن تدش بالتجارة، لكن الجمعيات أو خلينا نقول الحديد أول شيء بلشت فيه، والجمعيات لا، هو وايد صعب حق المرأة، لأن أغلب اللي موجودين رجال، عرفتي؟ يعني سواء كان بالشركات الثانية أو الشركات اللي تي توزع أغلبهم رجال، فلما يدشون، يعني أول ما بديت بالحديد مثلا، لما يدشون المكتب يسألوني وين المدير، عرفتي؟ مع أنه مكتوب ورا مدير وقاعدة ورا المكتب. إذا كان وراء كل رجل عظيم امرأة، فمن يكون وراء امرأة قد أثبتت جدارتها؟ وتحدت الرجال في عقر دارهم، فصنفت واحدة من 100 امرأة الأكثر تأثيرا في الشرق الأوسط. أبوي وايد ساعدني بالشغل بالذات، يعني لأن من وأنا صغيرة كان كله ياخذني وياه الدوام، يعلمني مثلا شنو أسوي بالأوراق، شنو أسوي بال مثلا إذا جاء عميل، عرفتي شلون تعاملين العميل، شلون تشترين وتبيعين، شنو معنات الربح، شنو معنات الخسارة. يعني أغلب هالأشياء تعلمتهم مع أبوي، بتجربة مع أبوي ومو بالجامعة، عرفتي؟ يعني الجامعة يعلمونك الأساسيات، لكن ما يعلمونك، ما يعطونك الخبرة. أبوي بالعكس، يعني حتى دعمني بالمشروع هني أول ما بديت، ولا زال يدعمني بالمشروع يعني، فتأثيره علي كان وايد كبير. ومن تجربتها مع أبيها شكلت نور علاقتها مع أبنائها كي تبقيهم إلى جوارها طوال الوقت. وايد صعب أني أكون بالدوام وما أشوف عيالي، فقمت أجيبهم وياي الدوام. عقب ما يخلصون الدوام يعني وايد أجيبهم هني، يصفون الراف أو يبيعون منتجات على الزباين، وعلى كل 10 منتجات أعطيهم يعني مثلا لعبة أو ليجو. استطاعت نور أن تقدم نموذجا مشرفا للمرأة الكويتية التي أبرزت جانبا جديدا من قدراتها في مجال كان يسيطر عليه الرجال. سحر زايد، الرأي.